السلام عليكم أصدقائي، مثل ما تشوفون اليوم درسنا ماء المطر أو المطر نازل، ومثل ما تعلمنا لازم نسوي مراجعة لمفردات درسنا السابق حتى ما ننسى. شنو درسنا السابق كان؟ كان درس رأينا وردا. ويا هسه أريدكم تقرون تراجعون ذني الكلمات، شوفوا تذكروه لو لا. شنو هاي؟ عفية، وردن، ممتاز، بها تنوين الفتح، لاحظ هاي شنو؟ انتم قولوها، ايه عفية، رأينا، ممتاز، اللي ما عرفه زعلان ويا اني ترى. ورقين، لاحظ هذا تنوين الكسر، كسرتين تصير جوا الحرف، تنوين الكسر، لاحظ هناش عندنا ايضا هاي شنو؟ عفية، وردن، شوف تنوين الكسر، دن، ذاك كانت دن، تنوين الفتح، تنوين الضم، دن، ضم أو تنوينها أن، فتحة أ تنوينها أن، كسرة إي تنوينها إن. إذن قي طا رن، لاحظ تنوين الفتح يصير على الآ دائما، لا تنسون تنوين الفتح دائما يصير على الآ، يجي ما عدا استثناءات بسيطة بعدين متكبرون تاخذوها. قي طا رن، شوفوا رن، أ أن، أ أن، فتحة واحدة أ، فتحتين صير أن، تنوين الفتح يسموه. إذن لاحظوا يا هنا هذا شنو؟ تنوين الكسر. شنو هاي الكلمة؟ عفية، قي طارين، عفية، كلش ممتاز. بعد ايش عندنا؟ هذا تنوين الضم، شوفوا اللي أخذناه بدرس ورد اللطيفون، أرنا بن، شوفوا أو أن، أو أن، أ أن، إي أن، أرنا بن. بعد ايش عندنا؟ ط ب قو، طبق، وما بها تنوين هاي، طبق، وعافية، ايه. اذن هاي اهم مفردات درسنا السابق، واليوم راح ناخذ درسنا الجديد اللي اسمه المطر نازل. لاحظوا مطر، شوفوا الاحمر وين على هذا المقطع. هذا درسنا لو تباعوا له هسه ما تلقون بي اي حرف، احنا ما ماخذيه، كل الحروف ماخذيها، حتى هذا الاحمر احنا ماخذيه، الآ والماخذيها بنبيل بقال، وهاي لا تعرفونها انتم طبعا، والفتحة ماخذيها، والضمة ماخذيها، والتنوين ماخذيه. اذا شنو الجديد؟ الجديد هو هذا الاحمر مقطع، كمقطع اليوم راح ناخذه. ليش هذا يا شوفوه؟ ليش؟ لانه هذا جدا مهم، واستخدامه جدا 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 هواي نستخدمه. كل الأسماء نقدر نخلي لها هذا المقطع، البيت، المدرسة، الشارع، الكتاب، القلم، المعلم، التلميذ، المظلة، الورقة، المطر، شوفوا المطر، شوف شلون المطر حلو، مطر نعمة، فضيلة من رب العالمين، نسقي بها مزروعاتنا اللي هي أساس غذائنا، يعني منين ناكل احنا لو ما الزرع، والزرع يريد مطر، الورد الجميل يريد مطر، احنا من نشرب مي منين؟ نفس الشيء، كل المي من ماء المطر، ومن ماء كل هالانهار تجي كلها من ماء المطر سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر. اذن هذا المقطع هو درسنا الجديد، وهو قسمين الدرس، قسم بي على هذا المقطع، وقسم بي ايضا على المقطع، لكن اكو حركة جديدة هسه راح نجي نتعلمها شنو هاي الحركة. اذن المطرو، شوفوا مقاطع، الم هاي م، ط هاي ط، رو هاي رو، شوفوا المطر، المطر، شوي نا زي كسرة، نا زي لون تنوين الضم، شوفوا نا زي لون، نازل المطر، نازل. بعد شوف المقطع الثاني هذا، ال ايضا بي ال، لاحظ ال تجي وين ما كان، ايضا ال، شوفوا شلون تنكتب، ا فوقها فتحة ولام اولية، ال و ل دو، الولد، شوفوا ال و ل دو، الولد، شبي الولد، يقول، يقول، نقطتين شارحه ماخذيها، هو يقول، شو يقول الولد؟ يقول المطر، المطر، لاحظ ال حمراء، ما هاي المقطع الاسود، ط هاي الازرق، رو هذا الاخضر، المطر، المطر، شبيه نازلون، نازلون، لاحظ هذا المطر ده ينزل، المطر نازل، بس شنو؟ البرد، البرد، شبيه البرد، ق
لي لون قليل، يعني الدنيا تمطر بس مو باردة دافي، حلو الجو مثل هالأيام هاي. الحمد لله والشكر جاي تمطر والجو كلش لطيف. البرد البرد قليل قليل. هذا المقطع الأول من الدرس شوفوه. المطر المطر نازل نازل. الولد الولد يقول يقول. نقطتين شارحة شو يقول؟ المطر المطر نازل نازل. البرد البرد قليل قليل. هذا المقطع الأول تعلمنا به هذا المقطع. شوفوا المطر الولد المطر البرد. زين نجي هذا المقطع شنو البي الجديد؟ خلينا نشوف. نجي هذا المقطع الجديد خلينا نشوفه. لاحظوا يا هسه هنا. انا انا اريد اريد. لاحظوا يا لاحظ هاي ال نفس. خلينا نقراها هسه طبيعي. المطر المطر. لاحظ هاي البنيه تقول انا احب المطر. زين واقول انا انا اريد اريد. المطر المطر. زين استاذ هاي شنو؟ شو ما قلت لنا عليها؟ هاي شنو هاي العلامه؟ ما شايفيها قبل؟ اوكي هسه راح اقول لكم عليها. هاي نقراها ال طبيعيه، لكن من نقرا الجمله كلها ويا الكلمه، يعني نقرا هاي الكلمه ويا الكلمه اللي قبلها، شوف شلون قرايتها راح تختلف. انا اريد المطر تصير هالشكل. شفتوا شلون؟ سويت اني طفرت من هاي الدو، هاي هذا المقطع دو قبل وين رحت للال، هذا الا طفرته، ما قلت اريد المطر، ايش قلت؟ اريد اريد المطر. يعني هاي العلامه من تجي فوق الا نطفر الا مثل الجسر تصير من الدو للال، ما نقول اريد المطر، اريد دل. شوفوا دل دل مطر. انا اريد المطر. وبعد شعدنا الورد الورد. يريد يريد. لاحظوا يا هم جتنا هاي. المطر المطر. نقراها طبيعي المطر المطر، لكن من نقراها كجمله ويا الكلمه اللي قبلها شو تصير؟ يريد المطر الورد يريد المطر. نطفر من هاي الدو لهاي الكبر، واضح؟ يريد المطر الورد يريد المطر. هاي همزة وصل يسموها، شنية همزة وصل؟ نطفر الحرف اللي جوال همزة الوصل، جوال همزة الوصل اللي هو الا، نطفر الحرف اللي جواها اللي هو الا. هذا نطفره من اللفظة. يريد المطر يريد المطر. زين اذا نجي على الجملة الاخيرة اللي هي ماء المطر مفيد. طبعا مفيد. شوف الورد شو منشي على المطر. الزرع شوف هسه خضار الزرع، زود طلعون شوفون الزرع جيت حلو هسه كل اخضر اذا عندكم بالحديقة. اذا الجملة الاخيرة هي ما، هذا مقطع او مقطع ما او ما او ما او ما او. ال شوفوا همجتنا هاي. المطري المطري. ما المطري. لاحظ انا تهجيتها اول مره. المطري المطري، لكن من نضبطها ويا الكلمه اللي قبلها نطفر من هاي الاو للقبل. باء ما المطري ما ال. شوفوا ال ما قلت او ال. ما المطاري شبيه مو في دون مفيد. ما المطاري مفيد. ما المطاري. لاحظ هاي همزة الوصل. يريد المطار. لاحظ هاي همزة الوصل. أريد المطار. هالشكل نقراها. هذا هو درسنا، وأقرأ لكم إياه مرة ثانية بشكل بطيء. أريدكم أنتم تقروا أيضا بطيء وتأشرون على المقطع اللي تقروا. المطر المطر نازل نازل. الولد الولد يقول يقول. نقطتين شارحة.
المطر المطر نازل نازل البرد البرد قليل قليل أنا أنا أريد أريد المطر المطر. لاحظ تجيت سو عادي بس من أرجع أقرأ الكلمة لازم أرجع أعيدها وأقرأ وياها همزة الوصل يعني أطفر. أنا أريد المطر لاحظ أنا أريد المطر. بعد شعدنا الورد الورد يريد يريد المطر المطر الورد يريد المطر يريد المطر. لاحظ طفرت الآ يريد المطر زين. بعد شعدنا ماء ماء المطر المطر مفيد مفيد. هذا هو درسنا اليوم وإن شاء الله استمعتوا لي زين وأريد تقروا لي مثل هالقراءة وأتمنى لو تكتبوه أنتم بالبيت مرتين أو مرة بس بطيئة وأثناء كتابتكم تعلموا تقرون من تكتبون مو تنقل ليها رسم تباع لك كلمة وترجع تكتبها. الآن أصدقائي تعالوا وياي خلنا نشوف هذا التدريب اللي منطينا إياه على هذا الدرس. لاحظ هنا ايش منطينا؟ منطينا مطر مطر منطينا لاحظ هنا مطر هنا ايش منطينا؟ المطر المطر شو مخلي لها؟ مخلي لها المقطع اللي تعلمناه بدرسنا المطر نازل زين. هنا منطينا عنب عنب شو نخلي بهذا الفراغ؟ لازم نخلي العنب. لاحظ نخلي العنب عنب العنب مطر المطر ولد شو نخلي؟ الولد الولد شوفوا مطر المطر عنب العنب ولد الولد برد البرد. عفية اكتبوها هاي اريد اطلع القراءة مالتك او بدفتر القراءة اريد تحلوا لي هذا التمرين تكتبوه. اذن مطر المطر عنب العنب ولد الولد برد البرد قلم قلم شو يصير؟ القلم ورد الورد ورد بقال البقال قطار القطار. هذا الجزء الأول من التدريب أتمنى تحلوه بكتاب القراءة مالتكم أنتم تكتبوه أتخذكم يتقوى وتعرفون شو تكتبون وما نكتب لكم إياه. زين نجي على التدريب الثاني. لاحظ هذا على اليمين هذا على همزة الوصل اللي نطفر بيها المطر. شوفوا هنا نقراها عادي المطر لكن عندما اجت وياها ماء صارت ماء المطري. لاحظوا ماء طفرنا ماء المطري. زين هاي الورد من نجي وياها لو نو لو لا و لو نو لون الوردي لون الوردي. ولاحظوا دائما من تجي هاي همزة الوصل قبلها كلمة تجي وياها بالأخير كسرة لون الوردي. هناش عندنا البط من قار البطي كسرة من قار نطفر الآ. الولد شو يصير؟ قطار الولدي. القمر شو يصير؟ نور القمر. ذني أيضا أريد كتبوا لياهن في كتاب القراءة تحلوا لياهن ذني يعني ذني هنا لون الوردي من قار البطي قطار الولدي نور القمر وهنا قطار القطار ورد الورد برد البرد عنب العنب ولد الولد قلم القلم بقال البقال. أريد كلهم ذني تكتبوا ليان في كتاب القراءة مالتكم وإن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة عن قريب جدا إن شاء الله وتم مدارسكم. شكرا جزيلا لاستماعكم ومتابعتكم إنا مع السلامة.